دنيا حجاب امرأة جمعت بين مهنة المصائب كإعلامية ورياضة الجيد لتنال بذلك شارة أول حكم دولي في صنف النساء بالقارة السمراء. حكم عالمي في رياضة الجيد والمرأة الأولى على المستوى العربي والإفريقي، إعلامية بالتلفزيون الجزائري، رئيسة الجمعية الوطنية لترقية وتطوير الرياضة النسوية، كأول امرأة على مستوى العربي والإفريقي نلت الشارة العالمية سنة 2001. كبار الحكام الدوليين بالجزائر يشهدون لها ويعترفون بأحقيتها لنيل شرف هذا اللقب عن جدارة واستحقاق. معنا حجم لها يعني مفخة، هي بعد حاطينا متكلفة بلا كومينيكاسيون او نيفو لا كوميسيون ناسيونال داربيتراج. دنيا حجاب هي اول امرأة حكم دولية في العرب وفي افريقيا، هي تعبت بزاف وخدمت بزاف وعندها مستوى جيد. لا تتوقف طموحات دنيا هنا، بل تسعى من خلال عملها الجمعوي إلى النهوض بالرياضة النسوية وترك المشعل لغيرها. صحيح العنصر النسوي بصفة عامة في الجزائر في عدد قليل جدا بالنسبة للتحكيم في مختلف الرياضات، أنافس يعني الرجال في هذا الاختصاص وما كانش فرق بيني وبين الرجال لأنه العمل والانضباط هما الصح فوق الميدان. وإن شاء الله أتمنى التوفيق للحكمات الأخريات اللي راهم جايين على مستوى الجيدو، وأنا نبشرهم أني راح نأخذ على عاتقي بإذن الله بموافقة رئيس الاتحادية السيد سيرين اللي راه فتح الأب للعنصر النسوي، وكذلك حتى رئيس لجنة التحكيم عيسى بن وارث للنهوض بالتحكيم بصفة عامة والتحكيم النسوي بصفة خاصة. هكذا هي المرأة الجزائرية تثبت تفوقها في شتى المجالات حتى وإن اقتصرت على الرجال في بعض الاختصاصات.